ربما هو الانتماء الصادق وحب الوطن وليس أي وطن، أرض الرسالة والأديان، أرض السلام، فلسطين وقضيتها وكل ما يتعلق بها من منطلق التعريف بالمعاناة الفلسطينية والقضية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الغول الاحتلالي. وبالطبع هذه الانتهاكات هي تتواجد في كل مكان وفي شقي الوطن. حاولت عائلة السيد عماد حسين المغترب منذ أكثر من 20 عاما في أستراليا تمثيل هذه المعاناة بطريقة أكثر نقلا للمشاعر وملامسة للأحاسيس الإنسانية. نتابع التفاصيل ونتعرف عليها مع كل من السيد عماد حسين وابنته رجان حسين. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني البداية وسيد عماد، يعني من وين بلش الانطلاقة والتمثيل القضية الفلسطينية في أستراليا؟ بداية صباح الخير لكم ولكل مشاهديكم في مدينة طولكرم، هذه المدينة اللي أنا تربيت فيها وتخرجت من مدارسها وبعتبرها مدينة عزيزة على قلبي وقلب أبنائي. بدأت حكاية النضال الفلسطيني معي من مدينة طولكرم في بداية الثمانينات أو نهاية السبعينات في تشكيل اتحاد لجان الطلبة الثانويين. والمعاناة وانعكست هذه وتدرجت معي حتى خرجت من الوطن إلى ألمانيا ومن ثم إلى أستراليا. وبعد استقرار في أستراليا حاولت أصور بعض المعاناة اللي بعانيها شعبنا الفلسطيني في داخل الوطن من خلال لقاءات ومن خلال مشاركات مع مؤسسات المجتمع المدني الأسترالي. طب يعني أكيد نقل تجربة الشعب الفلسطيني وبالتحديد إحنا راح نتحدث عن تجربة العدوان الأخير على قطاع غزة الماضي، يعني كيف قمتم بتمثيل هذه المعاناة؟ وبالتأكيد أنه كل شيء بتم عمله هو بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في أستراليا. أختي عزيزي، لا يمكن يعني فصل المواطن الفلسطيني سواء كان في فلسطين، في الأردن، في سوريا، في العراق، في أستراليا. المواطن الفلسطيني بشكل أو بآخر بيحمل معاناته أينما ذهب وأينما أقام. في المرحلة الأخيرة لما كان اجتياح الإسرائيلي على غزة، المجتمع الفلسطيني والجالية الفلسطينية والجالية العربية من خلال لقاءاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الأسترالي حاولت تقوم بأعمال يعني تعبر فيها عن الرفض لهذا الاعتداء الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة من خلال مظاهرات أقيمت في مدينة سيدني في لمدة شهر متواصل. كل يوم سبت خرجت آلاف الجماهير العربية والفلسطينية والأسترالية لتعبر عن رفضها في نفس الوقت ضد الاجتياح الإسرائيلي لغزة، وحتى تكون هناك آلية ضغط من الشعب من المؤسسات هذه المدنية الأسترالية والمؤسسات العربية والفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية، الحكومة الأسترالية تاعتنا، لحتى تتجاوب لبعض مطالبنا للضغط على إسرائيل للكف عن عدوانها تجاه شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية. أكيد هون إحنا بنحكي قديش مهم أنه بالفعل الشعوب في العوالم الأخرى أنها تتفاعل مع القضية الفلسطينية حتى وإن كانت بمظاهرات أو احتجاجات بالتأكيد سلمية. وهون إحنا بننتقل لرجان. رجان، الحديث هذه المرة عن مظاهرات، لكن قمتم بعمل عرض مسرحي تعبيري بحرك الإحساس والمشاعر والتفاعل، احكي لنا شوي عن هذا العرض. اشتركنا احنا واصحابنا وكل يوم كل سبت كل اسبوع كل سبت نروح على المظاهرات، فخططنا انه مش بس نروح على المظاهرات ونحكي بس اخرى نمثل شو اللي بيصير بفلسطين من شان والمنتزه اللي كنا نروح فيها نص مدينه سيدني، وفي كان كثير عالم يمركوا ويشوفونا والالاف يجوا يشجعونا، وحتى لو مش مسلمين ولا من بلاد عربيه كان يجوا من شان هم منهم من اساسهم هم بيفكروا اللي بيصير بفلسطين اللي اسرائيل قاعده بتعمل بفلسطين هو غلط. فهم بيجوا بيشاركونا في المظاهرات، وحبينا مش بس نورجيهم شو اللي بيسمعوا من الاعلام بس احنا نورجيهم شو اللي احنا بنعرفه. فاجتمعنا مع بعض وعملنا وخططناها وعملناها على اساس نعطي صوت ونعطي صوره عن اللي بيصير بغزه، مش بس اللي بيصير، لانه بالفعل انه حتى لو شو ما كان حتى قد ما كانوا
يعطوا اعلان عن اللي شو بيصير في دائما انه بخبوا عن بخبوا. وكيف الناس كانت متفاعله؟ يعني انتم عملتوا هذا العرض في سيدني، يعني احنا بنحكي عن قلب استراليا، فكيف كان الناس تفاعلت مع هذا العرض، خاصه انه كان في مشاهد عبرت عن او مع طبعا المؤثرات الصوتيه الافكتس اللي كانت موجوده، كان في قصف، كان في مائده رمضان، يعني هي الاجواء اللي في غزه انتم نقلتوها ل سيدني نفسها، فكيف الناس تحركت مشاعرها؟ الناس تحركوا كثير من مشاعرها، لأنه في ناس كثير كانوا يمشوا ومش عارفين شو اللي بيصير، يعني مغمدين عينيهم للي بيصير بفلسطين، وإحنا كنا بدنا نفتح عيونهم وبدنا نسامحهم شو بيصير، فكثير عالم تأثرت منه وإنه صحيوا واتعلموا من المشروع اللي عملناه، ما هو هو أساسه إنه نعلم الشعب الأسترالي عن اللي بيصير بفلسطين وعن اللي بيصير بغزة، ونعطي صوت للأطفال اللي بغزة يعني، وهذا يصل للعالم. وهنا خطوات متكاملة بتكون ما بين الجهود الشبابية لأبناء الجالية والجالية نفسها وضرورة التنسيق والجاليات الأخرى، حتى بالفعل وجهة الصورة الإعلامية إنها تنكسر، لأنه كما أشارت أنه دائما في هنالك جزء يخبى، دائما جزء بتم إبعاده عن الشاشة للمستمع والمشاهد الأجنبي، فكيف هذه الجهود ما بين الجالية نفسها والتنسيق والجاليات الأخرى في ظل الواقع اللي منعيشه بالشرق الأوسط ممكن أنه بالفعل يكسر الصورة النمطية للإعلام الغربي؟ شوف بشكل أو بآخر، يعني صورة إسرائيل اليوم في العالم الغربي هي صورة مهزوزة وضعيفة. يعني أنا خلال وجودي في أستراليا لمدة 28 سنة، في بدايتها كانت صورة إسرائيل صورة مرموقة ومهضومة، في الأحداث الأخيرة إسرائيل يعني ممكن تكون انتصرت عسكريا بشكل أو بآخر في غزة، ولكن سياسيا هي مهزومة قدام المجتمع. أنا بحكي لك قدام مؤسسات المجتمع المدني. هلا قدام الرأي السياسي الأسترالي، هناك أحزاب سياسية أسترالية إلى مصالح مع إسرائيل وبدها تحافظ على مصالحها مع إسرائيل، بس كمؤسسات مجتمع مدني أسترالي للأمانة إنه يعني في الفترة الأخيرة نشاطها فعال جدا، ورؤيتها بتجربتي بعد دخولي فلسطين المرة الأخيرة هذه بنشاط فعالية تتجاوزت الرؤية الفلسطينية. يعني إذا بدأت لك مشروع المقاطعات، أنا بصراحة مثلا فوجئت، وأنا فوجئت قبل 3 أشهر وأنا في أستراليا أنه التلفزيون الأسترالي عم بعرض أنه بعض منتجات الإسترالية عم تباع في الأسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أجيبوش قطاع غزة بس في أسواق الضفة الغربية، وهناك حملة يعني شرسة جدا للمقاطعة. وهذه الحملة بكل فخر واعتزاز مش اللي قائمين على فلسطينيين بس، يعني اللي قائمين عليها هم رجال قانون أستراليين، أعضاء برلمانيين أستراليين، هم أكاديميين أستراليين على دكاترة الجامعات، قضاء أستراليين، طلاب جامعات أستراليين يعملوا على مدار 24 ساعة من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك أو غيره أو غيرياتها، لإوصال صورة واضحة حول كيفية مقاطعة هذه البضائع، سواء كانت هذه البضائع منتجة في إسرائيل أو سواء كانت هذه البضائع تسوق أو تصنع في بلدان أخرى وتقوم بالتبرع تخصيص ميزانية خاصة من بعد المنتجات هذه لمين؟ لدولة إسرائيل. هذه المنتجات شفتها في الضفة الغربية يعني متوفرة بشكل طبيعي، وأنا من الناس اللي عم بدأ المقاطعة المنتجات، مش حازم إسرائيل في النهاية مقاطعة المنتجات، بس أنا عندي آلية ضغط. صحيح. آلية ضغط تجاه أنه في قانون دولي اليوم، في مؤسسات دولية، في مجتمع دولي، يعني التعريب بقضيتنا مش بيكون من خلال جست يعني حرب استنزاف والحروب، في 100 معيار وفي 100,000 وسائل، وسائل اللي الفلسطينيين والمجتمع الدولي يوقف معنا في قضيتنا، وهي بشوفها احد يعني احد الوسائل اللي بالفعل نجحت على الصعيد الاسترالي، نجحت عنا على صعيد اوروبا، نجحت على صعيد بريطانيا، نجحت. وانا بنيجي لوجه المقارنه انه يجب انها تنجح، وفاجئ اني قبل ما اجي بشهرين يجب انها تنجح بشوف بضائع اسرائيليه تباع في الضفه الغربيه وكانه بضائع يعني هي حملات المقاطعه حتى وان كانت خجوله نوعا ما هنا في محافظات الوطن، لكن لا نستطيع انكار وجود هذه الحملات على مستوى الوطن، وانا اتحدث عن محافظه طول كرم، هنالك الكثير من الحملات التي تنادي بمقاطعه المنتجات الإسرائيلية، لكن ربما نجاح البي أس دي صحيح في العالم الآخر لما بنحكي عن أستراليا
يعني شو اللي خلى الشعب الأسترالي إنه ينادي بالمقاطعة؟ هل الاحتجاجات؟ هل الخروج بالمسيرات؟ هل العروض اللي تقام في أستراليا في مناطق مختلفة منها هي بالفعل كانت أداة تغيير، أداة ضاغطة شعبوية على الحكومة الأسترالية؟ هي مش حركة عفوية. أستراليا جزء من المجتمع الدولي، أستراليا شعبا وحكومة هي جزء من المجتمع الدولي، جزء من المؤسسات الدولية. المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع الإنساني في أستراليا هي جزء من مؤسسات المجتمع الإنساني في أوروبا، في ألمانيا، في كل دول أوروبا. هذه اليوم في حلقات تواصل اجتماعي مبنية، لما تم تأسيس لجنة المقاطعة البضائع الإسرائيلية في تواصل اجتماعي صحيح. بين المؤسسات هذه في أستراليا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وتم يعني بروموت يعني الترويج لبرامج لكيفية معرفة هذا المنتج هو منتج إسرائيلي أو منتج أمريكي بصناعة إسرائيلية، وأنه في بعتهم كمان خيارات البديل. يعني أنا فوجئت مثلا آب ستور أبل، بتروح على آب ستور بتنزل البرنامج تاعك، بتفوت على السوبر ماركت، بتحطي الباركود على السكانت، بيقول لك هذا منتج وانتم صناعته منتج، وفي كود ببين بوضح انه هذا اسرائيلي. وبعطيك نفس الابلكيشن هذا بيعطيك كمان المنتج البديل. يعني اذا استراليا والعالم الغربي عم بيسعوا باتجاه يعني لتفعيل هذه الاليه، ليش ما يكون كمان يعني فلسطينيين عم يستوردوا في غربي وهذا ما يتم فعله. لكن نحن نعرف بداية العلاقة الجغرافية والمكان والزمان، وهنالك العديد من الخارجين على القانون اللي بتم ملاحقتهم في تهريب البضائع لمناطق السلطة الفلسطينية. نرجع لريان والحديث كيف انه تتمسكوا بالثقافة الفلسطينية في ظل حياة متقدمة في استراليا كأبناء جالية. يعني كيف يعني كشاب فلسطيني كيف ممكن تعملي ترويج لفلسطين أو كل ما يتعلق بفلسطين، سواء لفلسطينية أو حتى مثلا من دول عربية تانية، سوريا، الأردن، لبنان، أي حدا عربي ممكن تحكي له عن فلسطين. وإحنا هلأ بنعيش في عصر تكنولوجي سريع، ممكن الناس ما بتسمع كتير عن الأخبار اللي بتتعلق بالحروب واللي شوي حزينة. هو الواحد شو لازم يعرف انه حتى لو فلسطين محتلة هسا هناك، انه بنعرف اليهود شو بيعملوا للضفة وبيضلوا يعني يعلنوها حتى لو مش على الفيس، لانه دائما لما بتحطي شغلة على الفيس بتلكيها انه اذا ضد اسرائيل بتنمسح ولا ما بتلكيهاش لما ترد تلكي. دائما يعني بالجامعات بيجتمعوا، يعني كل جامعة عنده اجتماع ل مجموعة لفلسطين، وانه الكل بيشارك بمساعدة فلسطين، لأنه حتى لو فلسطين محتلة هسا الكل بيعرف إنه في رح يجي يوم فلسطين رح تكون حرة، والكل يعني بيأمن في هالشغلة. يعني الكل هناك بيتمنى لليوم اللي فلسطين تكون متحررة، لأنه اليهود اللي بيعملوا اللي قاعدين بيعملوا يعني اللي عملوا لغزة، الكل اللي عنده قلب بيحس المشاعر بتتحرك. صحيح فيه يعني واضح تماما في جرعة شربة من السيد عماد لعائلته انها هذه معممة، يعني مش بس ريان، كمان بيسان بنفس الطريقة ونورة وعلي وعمر وما شاء الله، واكيد طبعا المدام يعني التقينا فيهم خالد بنفس النفس بنفس الوتيرة الحديث عن فلسطين، وربما هذه السياسة هي ما يجب بالفعل أن تتبع. وهذا ما أنا أود السؤال عنه، كيف يمكن للجاليات الفلسطينية أن تقوم بتنشيط الذاكرة للأجيال الشابة الصغيرة الفلسطينية في الدول الأخرى في العوالم الأخرى؟ يعني على الأقل ربطها بالوطن، مش صحيح. في بعض الأحيان وبعض النماذج بصيبها انغماس بالحياة الأخرى الخارجية في الاغتراب. شوف في النهاية أنا عندي قناعة، كلكم سفير وكلكم راعي. صحيح. تبدأ في المجتمع المدني، بتأسس بمجتمع صغير هو مجتمع الأسرة. إذا رب الأسرة وأم الأسرة أقاموا على تربية أولادهم وأطفالهم على الانتماء إلى الوطن والحديث عن الوطن بسلبياته وإيجابياته، ما تفكر أنه راح ترسم الوطن صورة جميلة جدا. الوطن فيه سلبيات وفيه إيجابيات. الطفل بتشرب هذه المعلومة خلال ذهابه للمدرسة بالصفوف الأولية، يتم التركيز عليه بالحديث. هذه نقطة. النقطة الثانية ربط العائلة في الوطن من خلال الزيارات.
يعني كثير في عائلات فلسطينية موجودة في المجتمعات الغربية للأسف حتى في أستراليا، يعني ممكن يروح يعني يأخذ مرته ويأخذ العائلة بتاعته ويطلع شم التوى أو نزهة تكلف عشرات آلاف من الدولارات ما فكرش يرجع فلسطين. طب أنت بعد 20 سنة أو بعد 15 سنة كرب أسرة شو بدك تيجي تحكي لابنك أنت فلسطيني؟ هو بيعرفش إيش عنها. شو ارتباطك لفلسطين؟ هو ارتباطك لفلسطين هو بس مجرد حلقة تواصل اجتماعي خلال فيسبوك، بيعرفوش أمامهم، بيعرفوش إخوانهم، بيعرفوش أهليهم. هذا السلوك بيعطي سلبية في المستقبل. وأنا بعرف فلسطينيين رجال قانون فلسطينيين هن من مدينة القدس مدينة بيت لحم يعني متشغفين يعني بحب بدهم يحكوا عن فلسطين بدهم يشوفوا فلسطين بس للأسف قالوا ما أعطونيش فرصة. صار عند عملية حرمان. أنا الحمد لله رب العالمين يعني من بدايتي يعني خلص حاولت اني لفلسطين حصة الأسد في أنا كل احترام أنا المجتمع الأسترالي ودولة أستراليا أعطتني اللي ما أعطته ما أعطتني الدولة العربية. أنا عشت في أستراليا 28 سنة فعال في المجتمع الأسترالي فعال في الأحزاب السياسية الأسترالية عندي إمكانية أتعاطى مع الأسترالي على أرضية حل مشاكل كمواطن أسترالي بس حل مشاكل كمواطن فلسطيني ولا يمكن أطرحها من خلال المجتمع الأسترالي الدول المجتمع الأسترالي القانوني. في إشكالات كثير معقدة في المجتمعات الأسترالية عندنا اللي بعض الجاليات العربية يعني بيكون عندهم مس أندرستاندينج بيكون عندهم سوء فهم لإلها. بس في النهاية أنت يا أخي ركز على بيتك صحيح ربي أولادك ابدأ من البيت عملية تحصين هي يعني في ظل هالحياة المتسارعة على الأقل وربط في الوطن من خلال جهود شخصية وإيمان وانتماء مثل ما حكينا في المقدمة. يعني ابدأ بنفسك ابدأ بعائلتك ابدأ بأولادك ببناتك علمهم شو يعني الوطن شو حب الوطن ويعني واضح تماما أنه بالفعل هذا النمط وهذا النفس في التربية وفي الحرص على الأخلاق والوطنية والإنسانية من خلال عائلة السجد عماد حسين. كل الشكر لك ولحضورك إلى هنا للحديث عن التجربة الفلسطينية الأسترالية عن القضية الفلسطينية وأيضا لريان حسين. شكرا جزيلا لكما بالتأكيد تواصلنا.